ميسان، ضيفتنا لليوم حبها لسوريا خلاها تعبر المسافات وتقطع الحدود. بمهنتها وفنها حملت رسالة إنسانية هدفها تقديم الدعم والمساندة لجرحى الجيش العربي السوري ومد يد العون لأسر الشهداء والمهجرين. واليوم بصرنا أن نرحب بزينب فرحة الخبيرة بعلم المكياج. صباح الخير زينب. صباح النور. وأهلا وسهلا فيكي بسوريا. شكرا. أهلا وسهلا فيكي زينب بسوريا وضمن برنامجنا صباحنا غير. شكرا. زينب، أول شيء عارفين عن حالك، شو بتعملي، شو بتشتغلي، من وين أنتي؟ أنا اسمي زينب فرحة، عمري 22 سنة، خلقوني وربياني بإستراليا، بس بي لبناني وأمي سورية، وبعمل بشتغل بالمكياج ميك اب ارتست وفاتحة شركة هونيك وكمان بعلم بالمكياج. أنتي اجيتي على سوريا وحاملة هدف إنساني بدك توصلي ورسالة. شو هي الرسالة تبعك اليوم؟ نحن هلا عاملين ايفنت باستراليا مشان نساعد العالم تبعون سوريا، لأن هيدي المسج نحن اخترنا ايفنت مشان نجمد مصاري وهيك مشان نبعثوا للعالم اللي متحجرين من البوب واللي تأثرين عليه. يعني انت عملتي ايفنتات وحفلات باستراليا والمصاري تبعوتها انت حتيجي لهون لحتى تقدميها لكل حدا محتاج. نعم. يعني انت تعرفتي على العالم يلي بدك تعطيهم وتقدمي لهم هالمساعده وجايه من استراليا على سوريا لحتى تقدمي لهم هالمساعده، في اشخاص معينين؟ ايه، هلا اكثريه العالم اللي عم تساعدهم انا ما بعرفهم، بس لانه نحن بنعرف انه هنين بدهم مساعدة في عالم كثير، وانا هون بسوريا اليوم لانه انا عم بسهل المصاري ايد بايد مع العالم، لانه نحن كثير اشتغلنا هونيك وكثير تعبنا، وقلنا انه قد ما عملنا ما بدنا نبعثها يا هون وما بنعرف يا مين رايح ولا يا نبعثها يا اورجنايزيشن يخلوا من المصاري، مشان كثير صعب تلاقي اورجنايزيشن يكون. أم انت حبيتي تيجي على سوريا؟ ايه، انا حبيت اجي مشان اعرف ايد بايد انه هي المصاري مين حيروح ومين حيساعد. كيف لقيتي سوريا وكيف لقيتي الاجواء؟ سوريا بجنن، سوريا حبيته كثير. حبيتي يا ما؟ حبيته اكثر من استراليا. خلص، معناتها اهلا وسهلا فيك تستقري بسوريا وتعيشي هون. طيب زينب، شو اللي خلاكي تعملي هي المبادره؟ شو اللي دفعك لتساوي هي المبادره؟ هلا انا كل حياتي بحب ساعد العالم، وبس احضر الفيديوز على الفيسبوك والانترنت شو عم بيصير بسوريا وبتسمعي اخبار، ونحن نحن كثير بعيد عنكم وبتزعلي، لانه بحس انه شو بدي نعمل يا ساعد العالم. بعد قلت اذا انا ميك اب ارتست وعندي عالم بيلحقوني وعالم بيحتاروني وعالم بيجي يتعلموا مني، ليش ما بستعمل هيدا البلاتفورم اللي عندي يا ساعدني ساعد العالم السوري. اخترعت موضوع براسي، قلت انه اذا عملت ايفنت العالم بيجوا بيدفعوا يحتاروني انا اعمل مكياج، ليه ما بعمل شيء كرمال سوريا. سألت بنات استراليا يوقفوا وراي، بس قلت لهم الفكره وهي انه شو كان عم فكر فيها دغري وقفوا وراي، واجا الايفنت مشان ساعد مع سوريا. كيف طلعت الفكره؟ يعني شو اللي خلاكي تعملي؟ شو خلاني مثل ما قلت كثير بزعل على ايون، وكمان بس اجيت عن سوريا كان عملي اخر شيء 14، كان عملي 14 كنت صغيره، اجينا هون 4 ايام. لاجينا فيها اجيت مع امي كمان وصل مصاري وحدي على طرفه امي بالضيعه، بس اجينا على الضيعه لانه بتشوفي انه عايشين على قدهم وما عندهم كثير وعالم كثير تحبيهم. قعدنا وما كان في شيء كثير اعمل. في واحد هونيك اسمه كينان، كان بعمري انا هلا، وسمعنا انه نحن غريبين جايين قاعدين بالمنطقه تبعيتهم الضيعه تبعيتهم، وشايفنا انه انا ما عندي شيء اعمل هونيك. هو اجى انا بدي فرجيكي اخذي كزيرك وهيك، نحن انه ما في شيء تعمل هون، عرفتي كيف؟ وهو من قلبه بده يفرحنا. اوقات في انسان بيعمل لك معامله مشان ترجعي له شيء، بس هيدا عن جد كان من قلبه وحسينا هيك وعرفنا هيك، يعني كان شاب كثير مهذب كثير طيب. يعني سوريين هالعائله استقبلوكم بكل رحبه صدر، ويمكن هن كانوا شوي احوالهم مانا كثير، بس ما هيك هن استقبلوكم وقدموا لكم كل شيء مساعده. هو ما كان مزنه يستقبلنا، هو ما كان مزنه يساعدنا، بس هو انه
من قلبه عملنا اياها. اوكي اخذنا وقلني انه بدي كثير اياك تعرفي على اختي انه هي من عمرك. نعم. اخذناها على بيته يعني شفتت ببيته شفته انه عايشين على قد شوفينا انه ما في كثير وقد ايه طيبين يكونوا عايشين هيك. سكت وخلص مشواري رجعت على بلدي. بعد ما رجعت على بلدي يعني الشاب والمعاملات تبعيته ما ترك علي, ضل عم بفكر فيه وهيك ترك اثر فيك يعني. وبعدين بس خلصت المدرسه وستشتغل وبتطلعي وبتشوفي المعامله تبع العالم استكباري غير بس كوني صغيره. كنت عم شوف انه العالم كيف عندهم كل شيء وكيف عندهم هالقد بيعت ما بيعطوك شيء باستراليا. ايه بعدين تذكرت المعامله تبعيته فهنين ما عندهم كثير وقدموا كل شيء عطوني كل شيء. هذا الشاب لانه هو فرجاني عالم سوريا شو هني يعني لانه هو كان التقيت معه للشاب السوري ولكن ايه عائله سوريه ايه بتعطي من قلبها. هذا الشيء ما لقيتي باستراليا. انا التقيت معه يا هالشاب فتح لي عيوني وخليني احب سوريا اكثر. انا قلت اذا هي شعب سوريا هيك انا بحب سوريا. بعدين طلع عقلي وهيك لانه قلت انه كيف العالم هيك. بعدين بعد كم سنه مره سمعت لانه الله يرحمه مات بالحرب. انه هو كان عم بيعمل فولنتيا مشان يساعد العالم وهيك ومات شهيد متطوع. وكثير زعلت وكثير اثر علي. انا عملت بروميس معه وعدته بيني وبينه وهي اول مره عم بحكي القصه ما حدا عارف القصه. انه انا حارجع على سوريا وحارجع على الضيعة تبعيته وحلاقي العيله تبعيته ان شاء الله. بدي ادق على بابهم ان شاء الله بدي اقول لهم انه انتم ما بتعرفوني بس انا بعرف ابنك وانتم لانه ربيتوا واحد قلبه كثير طيب وواحد واحد مهذب وآدمي وواحد لأنه كيف أنا هلأ قلت لك عليه بزقلون يا أهله هيك وأنه هني ممكن مزقلون يكونوا كتير proud فيه كتير مبسوطين فيه وإذا خاصة أنه هو شهيد هلأ وأنا إذا ما التقت فيه وإذا ما عرفت ابنكم ما كان صار هاي المساعدة كله من سوريا من وراء الإيفين بأستراليا. إنه هو كان الملهم ولا الفكرة هي تبعيتك وهو اللي شجعك وانطلقت الفكرة من معرفتك لإله. أنا بدي أقول له أنه هيك صار الإيفين صار من وراء لأنه مزين يكون كمان كتير مبسوطين فيه. الله يرحمه والله يرحم كل شهداء سوريا وكل الشباب يلي ضحوا وقدموا لسوريا مثل ما قلتي هن عطوا كل شيء بيقدروا يعطوا يعني عطوا كل شيء لسوريا لأنه الشعب السوري والسوريين هن بحبوا يقدموا لهي البلد. الايفنت تبعك اسمه ميك اب فور تشينج. ميك اب فور تشينج ايوه. اوكي ليش اخترتي هذا الاسم؟ هلا هالاسم لانه بيقول كل شيء. ميك اب فور تشينج نحن عم نستعمل البلاتفورم تبعتنا بالمكياج وتبعون البيوتي اندستري مشان نستعملها مشان نتاثر على العالم مشان نغير مشان نساعد. هلا هالايفنت ما عملناها بس مشان نجمد مصاري ونوزعه يهالي ل شهداء كمان يطلعوا من بيتهم وهولي اللي عندهم محجارين ايوه وهولي اللي كان عندهم عالم لانه كيف تقول الكلمه العاميه they rely on them مشان هيك الله يرحم الراحه والولاد والنسوان وهيك ما عندهم education مشان نساعدهم. نحن قلنا ما بس بدنا نجمد مصاري ونبعثهم انه كمان في عالم هونك كثير ما بيعرفوا شو عم بيصير بسوريا. قمنا انه جمعنا شيء بين 150 و200 شخص بقول لك انه كان في شخص قاعد انه ما بيعرف الحرب بسوريا ما عم بيصير لانه في كثير عالم انه ما بيعرفوا فيه. هي ما بس مشان نجيب مصاري مثل ما قلت مشان نعلمهم مشان الإيديوكيشن يعني إذا نحنا نعلم ونفرج الشخص إنه نحنا عم نعمل هالإيفان ونحنا ما نزلنا نعملها كمان نساعد العالم هني بركي يتركوا هالإيفان وهني بيفكروا يعني عرفوا فيها وأنا بدي ساعد بعدين هني بيروحوا والتاني واحد بتعلم منهم مثل الدومينو إيفكت. عم تحاولي تنشري يعني الوعي وعم تحاولي تنشري كل شيء عن حضارة سوريا وأيضا يعني كل شيء حلو بسوريا. كل شيء حلو لأنه في عالم لأنه هون بيصير شيء بس بيرد علينا خبر شيء غير. كيف عم تلاقي ردة الفعل من العالم يعني كيف عم تشوفي هن عم العالم لأنه كانوا عم يتفاجئوا بالشيء اللي عم تخبرين على الآخر متفاجئين أنه بس حضرتهم كمان شوية فيديو وشو عم بيصير بسوريا يعني كلهم بكوا يعني كلهم متأثرين عليه وفي منهم إجي عندي وقالوا لي أنه يسلموا أنا إجيت هون لأنه بحب أقعد وأتعلم مكياج بس أنت فتحتي لي عيوني أنت فرجيتيني أنه الإنسان كيف عايش وأنا مزني غير هيك وأنا إذا فيني ساعد
لازم يساعد، وانا بدي اروح له للعائله تبعيتي كمان مشان بعدين بصير العائله بيقولوا يا العالم ثاني، وعاملين هيك من سوريا مشان نفاجئهم انه صحيح انتم عم تتعذبوا هلا بالحرب، بس نحن كمان انه من الناس ما بننسى الشعب السوري فيك، نحن واقفين وراكم ونحن بدنا نساعدكم ويعطيهم ايمانهم ان احنا معكم. يعني يمكن هاي المبادرة كتير إنسانية وكتير حقيقية نابعة من القلب، من جوا القلب لسوريا. انتو وقت جيتي على سوريا كيف لقيتي السوريين تعرفوا انك انت شو عملتي؟ شو قالوا لك؟ يعني السوريين لقيتهم كلهم كتير طيبين، كلهم انه بيستقبلوكي وما نزلوا يعملوا هيك، وكتير طيبين مع العالم مع الكل وكريمين. وبس قلت لهم شوي انه كثير بسطوا، لانه قالوا الحمد لله في حدا عم بيعملها هيك، وفي منهم يتفاجئوا ومنهم انه قالوا يسلموا، بس في كثير كمان ما بيعرفوا انا شو عم بعمل وهيك، اوقات شغله تخليها هيك، بس مثل ما قلت كثير طيبين السوريين. هلا باستراليا في شيء جديد كمان عم تحضري له بدك تعمليه؟ ايه اكيد. بس ترجعي؟ ايه اكيد، في كثير، في كم بروجكت هلا جاي على الجديد، في كمان هلا هي اول مره اللي عملنا ميك اب تشينج، انا الحمد لله نجحنا فيها كثير، والعالم كثير عم بيحكي فيها هونيك باستراليا، وصار عالم بسيدني وبيرث وكلياتهم بده يجوا نعمل وحده ثانيه السنه اللي جاي مشان ان شاء الله نساعد اكثر، وكمان حابه اعمل وحده بسوريا. بس كمان عندي مدرسه مكياج بعد ان شاء الله بعد شوي نفتحه بسوريا. حابه افتح وحده بالميرو ايس ان شاء الله بسوريا ووحده هونيك. ليش حابه تفتحي وحده بسوريا؟ شو الهدف؟ شو حتعملي؟ يعني هي مشان نعلم العالم، نعطيهم اوبورتونيتي كمان، وكمان حاسين انه بسوريا ما في كثير اللي بنلاقيه باستراليا، ما في كثير، انه انا بدي اجيب شوي من استراليا وبدي اجيبه على سوريا. انت من امتى بتشتغلي بالميك اب وقديش من امتى تعلمتيها؟ تعلمت من 4 سنين، بلشت كان عمري 17، هلا صار عمري 22 سنه، وما فكرت حالي حعمل الميك اب، انا هلا على طول طول حياتي فكرت حالي حعمله، كنت بدي افتح شيء مشان ساعد العالم، انا هالفكره معي متى انا صغيره، انا هالباشن معي على طول. بعدين بلشت بالمكياج لانه ارتستيك وكثير حبيته، بس بعدين ضليتني فيه، قلت ليش ما بستعمل حب المكياج اللي عندي اياه والتلعيم مشان اعمل هالبروجكت. اليوم شو بتحبي تقولي كلمه اخيره لكل السوريين؟ شو بتقولي لهم؟ شو بقول لهم؟ بدي اقول لهم يا السوريين الكل، لانه نعرف انه هلا الوضع منه منيح وشوي عم تتعذبوا، بس نحنا ايمان معكم وعم نفكر فيكم على طول وعم نجرب نساعدكم، لانه اذا كلياتنا بنساعد بعضنا ما نزلنا بس ساعد شخص هون وشخص واحد، يعني it doesn't matter who you are، يعني ما معناتها انت من وين بتيجي وانت من وين قاعده ومينك انت ومن كيف بقول الكلمه طائفيه هي شو طائفتك؟ نحن هونيك من ربيعين هيك، وبدنا نقول انه ما لازم نكون هيك، ما لازم نساعد الكل، ونحن اخر نهار كلياتنا اخوه ولازم نساعد الكل، انه الحمد لله بيصير الاحوال أحسن. يعني الله يوفقك والله يحميك زينب، كثير حلوه فكرتك، وان شاء الله هدف يلي بدك اياه يتحقق وتوصل هالمساعده لكل السوريين، وناطرين نحن انك ترجعي مره ثانيه على سوريا بمشاريع جديده وتحقق كمان نجاح. شكرا لك زينب، همنا اخر مشوار، حبيت سوريا. اهلا وسهلا فيك زينب فرحه الخبيره بعلم المكياج، ان شاء الله دائما تقدمي كل خير مثل ما هو محمول بقلبك وجوهك. شكرا شكرا لك.